السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم انفو تيك فان. في هذه الحلقة سوف نتعرف على كيفية الحصول على ايميل مجاني وبدون التسجيل للحصول على او للتوصل بايميلات في حالة اضطرار، اذ ما ليس لدينا وقت لخلق ايميل، واذا كنا نحتاج فقط لاستقبال بعض الملفات الشخصية العابرة. نذهب إلى الويب سايت اسمه ميلينيتور هنا، ثم نخلق الإيميل بطريقة سريعة باختيارنا هنا بإعطاء اسم ما، مثلا هنا انفو تك فان، ونقوم بالضغط على جو، وقد حصلنا على إيميل بطريقة سريعة. يمكنك الحصول على 2 في آن واحد. سوف نقوم ببعث مساج أو بعث رسالة إلى هذا الإيميل الذي تم خلقه هنا Infotech Fan Managers. سوف أدخل إلى واجهة الجيميل، أضعه هنا، ثم أقوم بكتابة هنا تيست مثلا ومساج تيست، ثم أقوم ببعث. سوف أرجع هنا this inbox is currently empty. ننتظر بعد الشيء، سوف نحصل على الإيميل الذي بعثناه من الجيميل، أو بالفعل قد حصلنا على الإيميل، ها هو تيست، ومن الإيميل مبعوث من infotech@gmail.com، والدولة مبعوث منها ماروك، وغيرها من المعلومات كال اس ام تي بي وغير ذلك من المعلومات التي يمكن ان نستفيد منها في اشياء اخرى. اتمنى يكون هذا الفيديو قد لقى اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بقناتكم انفو تيك فان. الى اللقاء في حلقة مقبلة ان شاء الله. شكرا.